فين عن حالك؟ سلام المسيح. أول شيء يا اسمي قلبي أندريا، أنا تلميذة جامعة، وبحياتي ما في شيء بيعني لي إلا الدرس والجامعة ورفقاتي، غير هيك ما عندي شيء. حتى قبل إذا شيء كنت روح على الكنيسة، لأنه كان مشروع نهار أحد أنا ورفقاتي نتلاقى قدام الكنيسة، بس لنفوت على القداس أنه أنا برا خلاص مش الحال، ونفوت على المناولة. كل حياتي كل وقتي مخصصته للدرس. كان عندي خوف مش طبيعي انه انا ما اقدر اعمل اللي انا بدي اعمله، وعيش كل الوقت بخوف برعب انه انا ممكن افشل، وكل الوقت مركزة على شيء واحد انه ما عن يعني اوكي الله موجود، بس انا اللي بقدر اعمل درسي. اذا بدرس واذا بعمل اكتر وبتعب اكتر وبخصص وقت اكتر لدرسي، ساعتها بوصل. الله ما في يعمل لي شيء، شو بينزل الوحي علي افهم او اعرف الفحص. شو كيف اختبرت الرب؟ شو صار معك؟ اختبرت الرب من خلال جامعة العنصر ما الجديد. من عم بقول لك من خلال مين، بس انت اختبرتي يسوع بحياتك. نعم. كنت عندك، عم تقولي عندك خوف، عندك قلق، عندك هم، حط راسك بالدرس. صح. هيدا انشال من حياتك؟ نعم. كيف؟ خبرينا. بس اختبرت بصلاة الامتلاء. اول شيء كنت عم بتصلي بمجموعة صلاة. صح. نعم. كنت عم صلي وكنت عم بطلب انه انا بدي اتعرف على الرب، لانه انا تعبت من انه كل الوقت حاطة ضغط على حالي، لانه وصلت لمحل ما عم عيش، حاسة حالي انه انا بس عايشة لهدف واحد هو الجامعة، هو انه اوصل. طب بعدين انا شو صار؟ شو تغير معك؟ حسيت اول شيء بلشت ابكي بكي مش طبيعي، حسيت بذنب مش طبيعي، انه انا ما عندي ولا 1% محل الرب بحياتي. فبوقتها طلبت من الرب انه يفوت على حياتي، يعرفني على حاله، يظهر لي ذاته، كرمال انا عن جد بلش حياتي من هون، وانه يكون هو سبب نجاحاتي، ومن خلاله انا اقدر كمل اللي بدي اعمله، بس يكون هو اللي عم بيشدني لقدام. شو صار؟ بوقت الصلاة يعني حسيت بنار قوية كتير، بقوة، يعني حسيت حالي رح افقع من الشوب، من القوة اللي عم بحس فيها، وصرت حس بسلام. ولا مرة حسيت بحياتي هذا السلام، لأنه كنت كل الوقت معصبة ومتوترة من ورا شو بده يجيني بعدين، ومن المستقبل اللي ما كان معروف. من قديش وقت؟ من سنة وثلاثة شهور. ومن سنة وثلاثة شهور تغيرتي؟ مع مراحل. ايه يعني كنتي قبل منك فاتحة الانجيل، اليوم من سنة وثلاثة شهور عم تقري؟ انا ما بعرف اقرا عربي اصلا، ما بفهم العربي، اذا بقرا ما ماشي. هلا نعم عم بقرا الانجيل وعم بفهم كل كلمة بقلبه. امين. امين. يعني يسوع عطوكي فرح؟ نعم. ارتحتي؟ كتير. فكر جديد؟ نعم. قلب جديد؟ كله. صار في عندك بي؟ بي ما يعني بحبه بشكل مش طبيعي. مش طبيعي. بيسمعك كل يوم؟ بيستجيب؟ هو معك؟ حاضر كل وقت وكل لحظة. متأكدة؟ ايه.